مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تقترح سفراً عبر عوالم الفن التشكيلي الراقي للفنان التشكيلي حسن كوهن. معرض يضم عشرات اللوحات التشكيلية مزج فيها الرسام المغربي بين الرسومات الهندسية الدقيقة والرموز المعبرة، دعوة للانفتاح على عوالم خاصة بهذا الفنان المتميز. هاد اللوحات تنخدمهم ما بين المغرب واليو اس الامريك. عندي تناخذ معلومات على لاغ ديالي في الاكثريه في السفر ديالي تنشوف بزاف ديال المسائل. انا جو كابت فيت اي جو ترافاي فيت. دونك هادشي اللي عملت دبي من صافي هادي 40 سنه 45 سنه وانا في هادشي ديال لابانتور. رغم بعده عن مسقط راسه، ظل الفنان حسن كوهن متشبثا بالمغرب وعاشقا لتفاصيل ثقافته. استطاع خلال مسيرته الفنيه التي تفوق 40 عاما ان يرسخ اسلوبا فنيا يدعو الى كثير من التامل في اعماله. هو واحد الفنان اللي كيتبع الاحاسيس ديالو في الابداع ديالو تيتبع كيشوف ديمو كيشوف شي لحظات في الحياه ديالو، تيشوف شي شخصيات اللي كيأثروا فيه وكيعبر عليهم في اللوحات ديالو بالطريقه ديالو. هو كيعشق اللون الاسود، اللوحات ديالو فيها بزاف ديال اللون الاسود لانه كيعبر ايضا على المشاعر ديالو وعلى الاحاسيس ديالو اللي كانت عنده في هذيك اللحظه. الفنان المغربي حسن كوهن الذي يعيش بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيث يستقر ويعمل بها، يسافر عبر لوحاته الفنية المتنوعة عبر عوالم في الفن التشكيلي الراقي، حيث تتأرجح أعماله ببهجة عارمة بين الفن التجريدي والتشخيصي.